علي ما شفتش الحلاوه دي بالجمال دي. لا يا ماما دي وريني بقك كده. اسناني وجعاني. امال اني دكتور سنان وداني كمان. اني دكتور وده يا وريني بس وريني بقك. اسناني وداني وجعيني يا عمدي. ايه يا اختي؟ اسناني ووداني. انا دكتور سوداني. ست حفيظه سيدي. تعالي بقولك ست حفيظه سيدي يا عمدي. سيبك من حفيظه خليكي معايا يعني. انا اللي تركزي معاه وسيبك من حفيظه خالص. ست حفيظه يا بنتي سيبك منها تقول حفيظه في دهني. لا يا عمدي مع بعضينا كده عشان انا عايز اقول لك كلمتين كده. بتعمل ايه؟ يا عرض الرجاله وانت بتعملي ايه يا بنت عم؟ تعالي هنا. لا يا ست يا بنتي الكلب يا بنتي الكلب اشغلي بره انت رايح فين؟ اتفضل يا عمده اتفضل يا خطوه عزيزه اتفضل. عثمان يا اهلا يا مرحب يا اخويا اتفضل. اهلا اهلا اتفضل. اعملي الشاي يا بنت بسرعه. ماليش لزوم الشاي. اقعدي يا فهيمه انا عايزك. خير يا عثمان؟ لا مش خير يا فهيمه. ليه يا عثمان انت مش جاي عشان نتصفى؟ ايه يا خان اتصفى بس بعد ما تصفي انت السواد اللي في قلبك انت ومراتك دي. احنا يا اخويا اللي جوانا صافي والحمد لله. طب يا اختي الحمد لله. شوف بقى انا ما رضيتش يعني استغل اللي حصل ده واكبر الحكايه واشيل في قلبي واعمل لكم فضيحه. انا قلت انا الكبير برضه وانا العمده والكبير يعرف الاصول. فضيحه؟ فضيحه ايه؟ ما تتكلم دغري. فين الكردان يا فهيمه؟ كردان؟ كردان ايه يا عثمان؟ الكردان اللي مراتك خدته من صدر مراتي. كردان ايه يا ابو كردان؟ ده انا لو قدامي مال الدنيا كله ما مد ايدي على حاجه حرام. الكردان قال. لا ادخلي عليا يا بنت. يعني انت ما استغلتيش فرصه ان البنت حافظه مسور ورحت سالت الكردان من صدرها وهي مغمى عليها؟ كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بقول لك ايه؟ انا صبرت عليك كتير وصبري طال. قومي يلا فرجينا على الكردان. كده كتير قوي يا عثمان والكل طفح. وشوف بقى مش كل الناس تاكل حرام وتحطه في جوفها ولا كل الناس تمد ايديها على حاجات غيرها زي حفيظي. وهي الحق عليها فهيمه ما سابتش حفيظه تموت. انت بتقول ايه يا ولا؟ اسمع بقى الكردان ده لو ما ظهرش انا مش هقول لك انا هعمل فيك ايه انت والحراميه دي. هقول لك انا هعمل ايه؟ لا انا مش هقول لك. انت بتزعل ابويا ليه يا راجل انت؟ يلا انكشح من هنا بدل ما اديك بالشوم على دماغك افتحالك. بس يا واد بس ما تعليش صوتك. عيب عيب يا ابني. يا ابن الايه؟ يا ابن علوان. ماشي. دهب دهب ايه يا امبو دهب؟ ده انا عندي دفر العيل بمال قارون الدنيا كله. مصلك ما جربتيش وما تعرفيش. يعود مايل لا قايم ولا طايل. يعود ناشف في سجره نخرب فيها السوس ما ينفعش يتقلي على من الجدور. وحياة أمك لحبايتك في الحجز يا بنت بيعت الدود يا حرامية. ههر يا أختي ولا ههر ولا هخاف منك. بكرة يا حبيبتي تموتي انتي والتور اللي سحباه معاكي. وآخرة المتين فدان هو متر في متر تربة حر جمر نار طايق من جنبها شرار. وهنقعد أنا وولادي وهناخد كل حاجة كده ولا هنترحم عليكي. ده على جثتي. طب ما هو على جثتك يا حفيظة إن شاء الله. ان شاء الله انت وعيالك وجوزك في شطه واحده. راح تعمل ايه المشطف اللي مضروبه بالبلطه؟ وبكره تموت يا كتكوت توت توت. بكره تموت يا كتكوت. بس عندك هنا يا عم عز. تسلم ايدك. يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يا شيخ مبروك حسب الراجل خليه يمشي. ده راجل صاحب عيال وصاحب علة. حسب الراجل إيه؟ والشيخ مبروك عاد حيلته حاجة. ما أنت فلستني يا أختي. خد خد يا أخوي نص فرنك أهو وتشيل الحاجات دي تنزلها تدخلها جوه. يلا. لا هو مش هيشيل حاجة يدخلها جوه. أنت اللي هتدخل لي الحاجة لحد جوه. جراية يا فاطمة. قال مش كفاية شيلت الحاجة من المحطة لغاية ما رصيتها على ظهر العربية الكارو وأنت عمالة تقولي لي ما تبارك بك يا شيخ مبروك، ما تبشر بك يا شيخ مبروك، لا يا اختي، لغاية كده وخلاص. هو ايه ده اللي خلاص؟ وبعدين نص فرنك ايه اللي بتديه للراجل الغلبان صاحب العيال والعلة؟ ده ايه الفقر ده؟ خد يا راجل انت، جريه بحالة اهو يا عم عزة، تروح تجيب لعيالك كل اللي نفسهم فيه. ان شاء الله يخليك يا ست.
وانت يا شيخ مبروك. يلا يا اخويا همتك معايا كده، نزل الحاجه. انزل حاجه جنيه جنيه، لا حول ولا قوه الا بالله، ده العمده هيخرب بيت. خدت الجنيه يا عم عز؟ طب يا اخويا بالجنيه اللي خدته دي عايزك تنكت العربيه دي وتنزل الحاجات اللي فيها، تدخلها جوه وترصها في مكان. جرى ايه يا شيخ مبروك؟ ما تخلي الراجل العليل ده يروح لعياله. ايه ويلا هات الحاجه وتعالى ورايا، ده اللي عمل جميل يتمه لا تموت امه. بلاش تمنع عني البركه. اللي عمل جميل يتمه لا تموت امه، واللي امه ماتت ما يتموش. يا اخويا تعال شيلني يا اخويا شي. تعال يا اخويا يا ساتر يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. مش كفايه بركه كده يا فاطمه؟ يا ساتر يا رب. بالذمة يتجوزها ويكتب عليها ليه؟ إذا كان كل يوم والتاني عندها جوي، لو إيه؟ عيني عينك كده. يا عم يتجوزها ولا تنه مقضيها زيارات؟ وكان حد قال له حاجة؟ آه يا بلد جبانة مخليه برطع. الناس كلها ساكتة وكله بيقول أربي عيالي. أوه وكيه راح يربوا عيالهم يعني؟ إذا كانوا ما عارفينش يربوا نفسيهم. العمدة هيتجوز فاطمة، أبو العيلة هو اللي مش تمام. طلقها بعد ما ربت له عيال. العمده كتر خيره، مش عايز يسيبها لوحدها كده من غير راجل. اي أيوة والله كتر خيره. واه العمده كتر خيره. لا صح والله الحق معاك، العمده كتر خيره، راجل طيب. خد البت من جوزها وطلقها عافيه عشان يتجوزها هو، اصله خايف عليها، خايف عليها من الفقر وخايف عليها من ابو العيله. وبكره راح يجوعكم واحد واحد عشان خايف عليكم برضو، خايف عليكم من كثرة الأكل. وبكرة راح ياخدوا فلساتكم وقرشيناتكم كلها عشان خايف عليكم من فتنة المال. أمال إيه؟ وراح يموت عيالكم كمان والله عشان خايف عليهم من المرض وخايف عليهم من الفقر. يا سلام، العمدة طيب صح وقلبه رهيف. قوم يا أنت وهو يا أدبوم يا أخدن بلد. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العافي استراوي، كنت محتاجاني في حاجه؟ ايه انت كنت رايح فين يا ابو العين؟ انا كنت رايح اشوف لي ولاد. ايوه وحشوني. رايح تشوف الولاد بسكينه يا ابو العلا؟ انا رايح للعود، انا لازم اسيح دم الراجل الفاجر الكافر دي. يا لهوي استنى يا راجل، انت استنى يا ابو العلا، اهدى اهدى يا راجل. راجل انا راجل؟ هتودي نفسك في داهيه يا ابو العلا. انا عايز اعمل كده، انا عايز اقتله 1000 مره، بس عارف انني مش هقدر. بصحيح ايوه مش هقدر، انا لي جبان وما نحسبش في الرجالي. ما تقولش على نفسك كده، ده انت راجل وسيد الرجاله. بس اسمع كلامي يا ابو العلا، وانا هخليك تدوس بمداسك ده العمده عثمان واللي زيه. كلام وهيفيد بيه الكلام يا استراوي؟
الكلام بيزود النار وبيفتح الجرح وبيدوس عليه وتنه وينفخ في غيظي ويحط في راسي خيالات واوهام اني بنتقم من العمده وبسوي فيه الهوايل وبعدين افول الدنيا وافتكر الحقيقي هي انني لا حول لي ولا قوه وان العمده دي واللي زيه هم دول الناس اللي تقدر اماني والناس الضعفة اللي زيي احنا اللي مقدور عليهم احنا اللي بنداس ونتنهب ونتهان واحنا اللي بنسكت بس يا ابو العلا بس العلا كفاية قطعت قلبي اللي بقوله لك ده لا هو خيالات ولا أحلام بس انت اسمع كلامي انت طالع بنت التوهية فين الكردان وحياة النبي والنبى النبي اللي ما هتطلع الكردان اللي هكون بعتكوا على الحجز وخلي الغفر ينزلوا فيكم ضرب كده لغاية لما يكسروا لكم عظامكم فين يا بنت انت وهي الكردان وحياتك يا ست حفيظه ما نعرف حاجه الست فهيمه طردتنا بره الاوضه ايوه وقالت ليني محدش يدخل هيني الا لما اقول لكم هنقول لها ايه يعني يا ستي خرجنا وسبناها وياكي في الاوضه هي ما فيش غيرها اللي قالت اللي ايدي مش طايلاه من عثمان امد ايدي واخده من حفيظي وحياه امك يا فهيمه الكلب لكم مطلعاكي بلاوي زرقاء سودي وحفضحك فضيحة اللحمة اللي في السوق وحقول للناس كلته ان هي حرامية طب الحقي بقى روحي بقى شوفي بقية الدهب وتممي على الصيغة والحاجة لكور خدت حاجة تانية ويا الكردان يا مصيبتي الحقي مش يا بنت التوية من هنا خدي يا بنت خدي خدي يا بنت لا مش انت ايه مش انت تعالى ايوه يا حضرة العمدة انا جعان يا بنت عايز تاكل ايه يا حضرة العم ده؟ ده في فراخ وملوخيه و... ده انا عايز اكلك انت اكل كده عم ماما بقولك ايه تعالي جوه كده وريني فيها ايه تعالي